السلام عليكم، كيفكم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله بخير. واليوم رجعت لكم بمقطع جديد وبلعبه ماي فافوريت كار، لعب الشباب بلعبه الماي سمر كار. وطبعا يا جماعه هي اللعبه بتنزل على الايفون والاندرويد، ورابط تحميل اللعبه بتلاقوه بسند بلس. طبعا يا جماعه الخير، اليوم معنا راح اشتريت هي السياره شايفينها قدامكم. طبعا اشتريتها عن طريق الاعلانات، بتشوفوا 20 اعلان وبتشتروها مباشره. طبعا بهالوقت هيك بيكون بقي عندنا السياره الوحيده واللي هي البيك اب هاد، فان شاء الله راح نشتريها عما قريب ونجربه مع بعض. طبعا جربته سابقا بس بنرجع بنجربه مره ثانيه بس من اشتريناه. طبعا يا شباب مثل ما شايفين قدامكم السياره بهذا الشكل، سياره من نوع لادا ما شايفين. تعالوا نشوف المحرك، هاي المحرك يا جماعه شايفين، هاي القطعه كلياتها بتتفك وبترجع بتتركب، والوضع كله يعني بتتفرفط السياره فرفطه، عرفتوا كيف؟ نشوف المقعد الخلفي ما شايفين، هاي المقاعد الخلفية شايفين. الحقيقة حلوة السيارة، بس لو نقدر نبدل لونها يمكن نبدلها عما قريب نظبطها وهيك كذا. طيب تعالوا نركب وناخذها على البيت تبعنا، وبنفس الوقت عم بفكر اني ابدل الجنوطة تبعها. في عنا هدول الدوليب ما بعرف اذا رح يزبطوا على السيارة الثانية ولا لا، فخلونا نركب ونشوف شو الوضع. طبعا يا جماعه اهم شيء لا تنسونا من صلاح محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. كل جديد بترككم مع المقطع مشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين يا جماعه ركبنا بالسياره بهالشكل. طبعا عندنا هون المفتاح اشتغل، يا عيني ورجوني الاناره بالشكل الخارجي. حلوه لا باس فيها للحقيقه. طيب روح من هون، طبعا بدها شوية بنزين بس بعدين بنعبيها. والله سريعة يا شباب. طبعا بالفيديوهات السابقة جربنا الموتور اللي ضافوناه جديد وجربنا سيارة ثانية، فعن جد سيارات حلوة للحقيقة وإضافات كثير حلوة على اللعبة. طبعا مثل ما شايفين اللاعب رايح يموت من الجوع من العطش، مدري ايش صار له، الله وكيلكم، ما بتلاقوا غير جوعان وعطشان، ما لنا غير نروح عند عمو الحجي ابو الراس مثل ما شايفين. خلونا ننزل هون لحظه، طول بالك طول بالك طول بالك، ادي وين هو هذا ابو راس؟ تعال نشوفه، هذا ابو راس قصته قصه يا شباب. طول بالك معلم رايح يموت، ادي لسه في قدامنا شغل. هاي ابو راس، السلام عليكم ابو راس. طلع فتح الكولاي عم يشرب، يلا لا تكب علي. ها ايوه. طيب ايش نشربه لهاد؟ عطشان بالاول راح نشربه صودا، شو رايكم؟ نعمل له هيك اشترى، خلونا نشربه بالاول لاني رايح يموت من العطش. اعمل هيك، طلع يا زلمه والله مهموم هالزلمه، ما بعرف شو قصته، عطول هيك صيفين اشرب كولا ما بعرف. اشتري همبرجر، نشتري لنا وحده كمان مي، حاجه هيك برايي. طعم طعميه هون، وهاي المي. طيب خلونا هلا هيك كفي. السلام عليكم عمو الحجي، طلع ما بيرد السلام كمان شايفين. طيب تعالوا نروح على البيت تبعنا ونشوف شو وضعه. سكر يا مدير. وهي جينا على البيت، طلعوا هاي الكاميون وهي الموتور وهي اللادة الثانية مثل ما شايفين قدامكم. طيب خلونا ننزل نفسح طريق شوي للسيارة هاي المعنى، شو رأيكم؟ عشان ندخلها للداخل عشان نعدل نظبطها. ايوه قرب لهون، ايوه بكفي هيك، نطفينا السيارة. تعال نطفي السيارة، بنزين مشان ما يروح على الفاضي. طيب نفتح الباب، حلو
يلا دخلنا دخلنا دخلنا. كفي. طيب تعالوا نطفي عشان ما يروح البنزين. حلو، لازم نطفي الإنارة. ما طفينا الإنارة ولا بتفضل بطارية. بعدين روح دور على بطارية نفس السيارة. طيب هلا مثل ما شايفين يا جماعة، جينا على البيت، معنا هذا الكاميون جربناه، وهذا الموتور، وهذيك السيارة مثل ما شايفين، اللادا كمان. فهلا أفكر أبدل الجنوطة، أحط جنوطة لهي السيارة. ففي عنا هون جنوطة، لحظة أورجيكم إياهم. أفكر نجرب هاد، شو رأيكم بهاد يا جماعة؟ تعالوا نشوف، قدرنا قدرنا ما قدرنا، ما في حل. تعال نشوف إذا جبناه لهون، حطهم لك. حلو، الله، هذا أنه دولاب، الدولاب الخلفي اليساري. طيب اليساري بما أنه هذا يمكن فك لك. أوف، لازم كنا نجيب الكريكو. لحظة نجيبه. أوف معلم، شبطنا شبط. وين الكريكو يا شباب؟ وين الكريكو اللي بترفع الاستبني؟ عرفتوها؟ نستبني يا شباب، وين نستبني؟ طيب يا شباب، مع الأسف ما قدرنا نركب الدويليب على السيارة لأني غير حجم يمكن على ما أظن. فمشان هيك يا جماعة رح نرجع الدويليب الأساسيات، حطهم بهالشكل. رجع يا معلم رجع، ما قدرنا نركب الدويليب جداد. طيب يمكن يضيفوا لنا اضافات جديده عما قريب. فيا جماعه مثل ما شايفين هون، ضايفين لنا اضافه جديده واللي هي البيدون. شايفين البيدون هذا يا جماعه؟ بامكانك تجي لهون وبتعبي السياره اللي بدك اياها. مثلا نفترض بتفتح هذا الباب هيك، تحط اوبن وبتضغط على هذا، شايفين؟ تعبي، شايفين؟ بهذا الشكل تعبي البنزين اللي بدك اياه. سكر هون، تعالوا نحطها بالباجاج، شو رايكم؟ سكر هاي، ما سكرناها، شايفين؟ طيب تعال نحطها بالباجاج. حطيناها هون مثل ما شايفين بالباجاج، مشان اذا رحنا لشي مكان نقدر ناخذ شو اسمه، نعبي بنزين. طيب مثل ما شايفين يا جماعه الخير، بهذا الشكل جينا لهون. كنا رح نبدل الدوليب، مع الاسف ما قدرناه، واللون لحد الان ما بنقدر نبدل لون السياره لاني ما ضافوا لنا هالاضافات. ان شاء الله راح يضيفونها هون عما قريب. وهلا يا جماعه مثل ما شفتوا، وصلنا معكم نهايه المقطع، ان شاء الله يكون عجبكم وما قصرنا معكم. اكتبوا لنا رايكم في التعليقات في اللعبه، عجبتكم ولا لا. وطبعا انا بشوف هي اللعبه لها مستقبل كثير كبير، ان شاء الله تصير فيها اونلاين، تقدروا تلعبوا فيها انتوا واصحابكم، وبنفس الوقت يعني تضيفوا لنا هيك اعمال جديده، اضافات جديده، تقدر تشتري بيت، تقدر تعمل شغلات هيك كذا، فبتصير اللعبه حلوه للحقيقه. والله يا جماعه الخير، بتمنى منكم لا تقصروا معنا وتدعمونا المقطع باللايك، واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، ولا تفعلوا زر التنبيهات من جديد. وبترككم بامان الله وسلام.